وعودة إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد مع عدد من لجان الكونغرس الأمريكي. ينضم إلينا عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية أحمد السيد. أحمد، أستاذ أحمد، بعد تحية. هذه الزيارة الهامة لوفد الكونغرس الأمريكي لمصر في هذا التوقيت، ويعني مقابلة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطرح عدد من الملفات كان على رأسها الملف الفلسطيني وأيضا الملف السوداني. لو حدثتني أكثر تفصيلا عن أهمية هذه الزيارة وأهم النقاط التي تم طرحها خلال هذا اللقاء. تحياتي لك ولكل مشاهدي الكرام. في الواقع أن هذه الزيارة هي زيارات دورية متكررة تأتي في سياق التقدير المصري الأمريكي الكبير للدور المصري، سواء على مستوى السلطة التنفيذية والبيت الأبيض أو على مستوى السلطة التشريعية، والتي بتعكس دائما رهان أمريكا على أهمية مصر الاستراتيجية، على دور مصر كمحور ارتكاز واستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الدلالة الثانية حقيقة هي بتعكس خصوصية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق والتشاور المستمر بينهما على كافة المستويات، وبيعكس أيضا تلاقي وتوافق الرؤى حول ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. النقطة الثالثة والدلالة الثالثة في أهمية هذا اللقاء بيعكس دائما محورية والقضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. لا يمر يوم إلا وهناك لقاء مع الرئيس السيسي، مع كل المسؤولين والقيادات وكل ما له دور في القضية الفلسطينية، من أجل حشد دعم الجهود الدولية وجهود مصر المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف هذا العدوان. هنا يبرز أهمية حقيقة الدور الأمريكي، باعتبار أن أمريكا أيضا شريك مهم لمصر في المفاوضات التي تتم من أجل، وهذا ما أكد عليه وفد الكونغرس الأمريكي خلال الزيارة. لكن يا فندم، كمان يعني أنه هذا الوفد أكد أن زيارته للمنطقة بتستهدف دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين، وأيضا وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة. يعني هل هذا له علاقة باقتراب الانتخابات الأمريكية؟ يعني بالطبع مصلحة أمريكا تحقيق الاستقرار في المنطقة. الأمر الثاني، المقاربة المصرية هي واضحة وتقوم على فكرة حل الصراع من جذوره، وأن تحقيق السلام الدائم والمستدام في الشرق الأوسط ودعم المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة يتطلب حل هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ثم هنا إدارة بايدن تريد أن تحقيق أي انتصار سياسي قبل الانتخابات لدعم موقفها لاستيعاب الضغوط المتزايدة عليها فيما يتعلق بدعمها المطلق لإسرائيل وحتى الآن عدم وقف الحرب في قطاع غزة. ومن هنا تنبع أهمية الدور الأمريكي أن يكون أكثر فعالية في هذا اللقاء. أعطى الرئيس السيسي حقيقة رسائل واضحة لكل الأطراف. الرسالة الأولى بأهمية وضرورة وقف هذا العدوان لمنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب لن تبقي ولا تزر وستقضي على الثروات والمقدرات المنطقة. الرسالة الثانية أن السلام المستدام يتطلب السلام العادل ويتطلب حل سياسي وإطلاق مسار بالمفاوضات. ثم الدلالة الثالثة أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذا العدوان، لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لأن هناك الآن من يحاول أن يقود المنطقة لمزيد من الاشتعال، مزيد من الحرائق، خاصة الحكومة الإسرائيلية واليمين المتشدد الذي لديه مصالح سياسية فيما يتعلق باستمرار هذا الصراع. ومن هنا تتوافق مصر وأمريكا على ضرورة نزع فتيل هذا التوتر قبل أن تنفجر المنطقة، على ضرورة أن يكون هناك اتفاق لتبادل المحتجزين والرهائن، وهذا الاتفاق يتطلب أن يقوم كل طرف بمسؤولياته، خاصة في ظل الجهود المصرية الحثيثة أن تتوقف حكومة الحرب الإسرائيلية عن التعنت والمراوغة ووضع الشروط التعجيزية، أن تقوم أمريكا أيضا بدورها ومسؤولياتها. وهذه رسالة الكونغرس الأمريكي بأن يكون أكثر فعالية وأن يتم الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الوصول لهذا الاتفاق ومنع ونزع فتيل الانفجار في المنطقة. وبالتالي هذا لقاء مهم، بيعطي رسائل مهمة، بيعكس حرص مصر وتواصلها وتواصل جهودها على كل المستويات الدولية وحشد الدعم للثوابت الفلسطينية، العمل على حل هذا الصراع ووضع خريطة الطريق، العمل على وقف الحرب في غزة باعتبار أن استمرارها يغذي بيئة العنف والصراع في المنطقة ويشعل الحرارة في هذه المنطقة المهمة من العالم. وبالتالي هذا اللقاء مهم حقيقة. وفي اعتقادي الكونغرس الأمريكي لديه دور مهم في السياسة الخارجية الأمريكية، ودور مهم أيضا في العمل والضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل بفعالية أكثر فيما يتعلق بالتوصل للاتفاق ووقف هذه الحرب على قطاع غزة. جزيل الشكر لحضرتك يا فندم خبير العلاقات الدولية أستاذ أحمد سيد أحمد.